فالذي يتولى القتل هو الإمام أو النائب. وقد مر معنا هل يستتاب من ترك الصلاة أم أن لولي الأمر أن يقتله دون أن يمهله؟ مرت هذه المسألة في الصلاة، فحكم من فعل كفرا يبنى على المسألة السابقة التي مرت معنا في الصلاة. ولا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه. لما؟ لأن في تولي هذا الأمر من غير ولي أمر المسلمين إظهار وافتيات عليه على إمام المسلمين، وتحصل الفوضى